كرة شكرا أحلام. حنان، عودة مرة أخرى لحوارتنا في هذا الصباح. عودة قوية للمهرجان القومي للسينما المصرية بعد توقف عامين. طبعا افتتح وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور مساء الجمعة الماضي فعاليات الدورة 18 للمهرجان القومي للسينما المصرية والمهداة إلى روح الفنانة اللبنانية صباح. تم تكريم أكثر من شخصية في هذا الافتتاح، الفنانة الراحلة معالي زايد، وأيضا المخرج الكبير رأفت الميهي، والفنان سمير صبري، والناقد يوسف شريف رز الله، وإلى جانب المخرج فؤاد التهامي. وتم تقديم درع خاص باسم المنتج الراحل منيب شفعي. شعار المهرجان هذا العام من جيل لجيل نتواصل، تعبيرا عن تواصل الأجيال في السينما المصرية. لكن بشكل عام عن أحوال المهرجانات المصرية وبعد خاصة توقف مهرجان السينما لمدة عامين، النهاردة لنا لقاء في الاستوديو مع الأستاذ حسام حافظ المشرف على صفحة السينما بجريدة الجمهورية. صباح الخير. أهلا صباح النور. أهلا وسهلا. خلينا يمكن نتكلم الأول عن أهمية الدورة تحديدا. يمكن احنا لسه شفنا مهرجان السينما، مهرجان القاهرة السينمائي كان أيضا عاد السنة دي بعد توقف أعتقد ثلاث دورات برضو من ساعة ثورة يناير، وكان ليه أهمية خاصة مهرجان القاهرة السينمائي، لأن عودته السنة دي لو ما كانش رجع كان هيتشال من خريطة المهرجانات الدولية. أهمية عودة المهرجان القومي للسينما المصرية بعد توقف العامين، كيف ترى دلالته وأهميته؟ هو طبعا ده المهرجان القومي للسينما المصرية ده بيعتبر زي مسابقة الأوسكار المصرية، يعني الإنتاج المحلي للسينما المصرية بيتنافس وتتنافس كل الأفلام اللي بتنتج خلال العام على 16 جايزة بتقدمها وزارة الثقافة. فسنة 2012 مصر أنتجت 29 فيلم، سنة 2013 مصر أنتجت 27 فيلم، فمجموع السنتين 56 فيلم المفترض أن هم يدخلوا المسابقة، ولكن هم اللي تقدم من الأفلام ديت للمسابقة 24 فيلم بيتنافسوا على 16 جايزة. فطبعا ده نتيجة التوقف اللي حصل في خلال السنة اللي يعني من أول 2011، يعني اتعمل السنة اللي فاتت المهرجان لسنتين والسنة دي برضو لسنتين، هينتظم من 2014 لسنة واحدة. طب ليه أستاذ حسام كان في بعض المؤاخذة على حتى الحفل التنظيمي لهذه المهرجانات، والبعض بيقول إنها ما كانتش حتى بالمستوى اللائق أو المستوى المتناسب مع مكانة السينما المصرية زي ما كنا بنشوفه السنين اللي فاتت؟ وأنا حضرت طبعا حفل الافتتاح السنة دي، كان في قاعة، كان في المسرح الكبير في الأوبرا. لا الحقيقة كان يعني ما فيش يعني مجال للابهار يعني في الافتتاحات او في الختام، الا اذا كانت يعني اذا كان في تكريم مثلا لبعض الفنانين، في ما فيش طبعا عرض فيلم افتتاح لان ده مهرجان، في فيلم افتتاح كان فيلم القادسيه السنه دي لسعاد حسني وعزة العلايني اخراج صلاح ابو سيف، فيلم الختام هيكون فيلم الفايز. فالمهرجانات السينما يعني غير المهرجانات اللي فيها نوع من الابهار، يعني هو في عروض. في ناس بتقول ان في بعض الدول الثانيه زي مثلا دبي او مهرجان قرطاج او بيبقى في شويه الدنيا بتبقى ناس بتنبهر اكتر بتفاصيل، حتى التفاصيل البسيطه اللي حضرتك بتقول انه مش لازم في ابهار او في كذا، ممكن يكون شيء ما بيشد حتى الفنان نفسه، وخاصه في هذه الفتره اكتر من مهرجان في نفس الوقت مهرجانات عربيه. ما انا بقول لحضرتك لو هيحصل مقارنه يبقى بين مهرجان القاهرة السينمائي وبين مهرجانات العربية دبي أو أبو ظبي وقرطاج ومراكش كده، لكن مهرجان القاهرة السينمائي كان مهرجان قومي، ده مهرجان محلي يعني للسينما المصرية فقط، مفيش أفلام أجنبية ولا ضيوف ولا نجوم عالميين منتظرين لهم يجوا، يعني دي نجومنا يا ريت بس نجومنا يشرفونا لكن عشان يعني وجود الأكتر مهرجان، فكان يعني بعض النجوم كانوا مسافرين
في قرطاج ودبي. كان في حضور كبير للنجوم المصريين في المهرجان يا فندم. يعني عشان الوجود يعني تضارب المواعيد بس، لكن طبعا الفنان الكبير يحيى الفخراني رئيس لجنه تحكيم الافلام الروائيه، وبالتعاونه الاستاذه فنانه الهام شاهين في اللجنه ديت، وفي طبعا الشباب يعني فنانين شباب بيبقوا موجودين اكيد. طيب حضرتك يعني مشرف على صفحه السينما، يعني متابع للتفاصيل الدقيقه حتى، حضرتك شايف السينما المصريه وصلت لفين، وتقييمك لها في مش هقول انه في سنتين ثلاثه الاخرين، في اخر 10 سنين؟ هو الحقيقه ان احنا طبعا انتاجنا صحيح انخفض في الفتره اللي حضرتك بتشيري ليها، قبل العشر سنين كان انتاج افضل يعني من اواخر التسعينات كده بدا في انخفاض في عدد في الكم الافلام، لكن طبعا بالفتره من حوالي ست سنين بدا الانتاج يعود تاني تدريجيا، لحد زي ما قلت في اول كلامي عن 2012 29 فيلم انتجناهم، و2013 27 فيلم. فالمعدلات ديت يعني هو احنا نتمنى طبعا تزيد عن كده، بس ما هم ليه المتابع حاسس ان مش الكم بس المتابع في كيف حاسس ان الكم قليل؟ يعني احنا 29 فيلم حضرتك ذكرتهم دول، يمكن في ناس كتير ما تعرفهمش ما شافتهمش ما حسيتش بيهم، حاسين ان الانتاج بينخفض؟ يعني كل المتابع للسينما او الهاوي للسينما المصريه شايف ان الانتاج بقى منخفض سواء في الكم او في الكيف، الافلام الجيده بقت قليله جدا. بالظبط ده حقيقي، ده حقيقي فعلا. تفسيرك ايه ده، او يعني ايه اسباب ده تعتقد؟ هل عزوف المنتجين عن هذه النوعيه من الافلام الجيده وتحولهم للنوعيه اللي بتجذب اكتر الجمهور في الشارع المصري؟ ما هو ده له اسباب كتيره. يعني هو طبعا لما يكون في 29 فيلم بيبقى في 20 او 21 فيلم بيسموهم المينستريم، اللي هي الافلام الجماهيريه اللي الناس بتقبل على مشاهدتها. ست سبع افلام بتبقى لها مستوى فني مختلف عن الافلام الذوق السائد يعني. ده اللي بيعمل الحقيقه دي المعادله اللي انا مش قادر افهمها، ليه ما يبقاش الفيلم على مستوى فني جيد ويكون ايضا مواكب للذوق السائد ويحظى باقبال جماهيري كبير؟ ليه مش قادرين نمسك ده في كل العالم مش بس في مصر؟ يعني دي مسألة يعني حتى الانتاج مثلا السينما الامريكية او السينما الهندية بتلاقي في الاخر اربع خمس افلام هي اللي بتنافس مثلا بالنسبة لامريكا على القرن. هنا هتبقى ظلمة اكتر للفيلم المصري، لان كم الانتاج في السينمات سواء الامريكية او الهندية، حضرتك ذكرت اكتر دولتين بينتجوا افلام في العالم بالظبط. اكيد المقارنة هتبقى يعني فيها ظلم للفيلم المصري يعني. وبعدين لا بنشوف اعتقد ان في سواء في السينماتين الامريكيه والهنديه بنشوف افلام جماهيريه جدا، وافلام على ونفس الافلام دي على مستوى فني عالي جدا. ما هو ده اللي انا عايز اوصل له في مصر. ما يعني لمسابقه المهرجان القومي اللي هو مجال حديثنا، بنلاقي مثلا فيلم زي فتاه المصنع للمخرج محمد خان، او فيلم زي ساعه ونص للمخرج وائل احسان، حققوا نجاح جماهيري تمام الى حد ما، لكن في نفس الوقت بينافسوا على جوائز المهرجان القومي. طيب ده سؤال، موجودين في المسابقه يعني يا استاذ حسام، هو مش شرط انه الافلام اللي بتحقق نجاح جماهيري بتفوز في المهرجان والعكس؟ المهرجان بيبقى له تقييمات خاصه بالديكور وبالتصوير وبالاخراج له شروط مختلفه. ماذا يعني هذا؟ هل يعني انه النجاح الفني او الفنيات الفيلم نفسه كانت ناجحه او غير ناجحه لا يشترط نجاحها جماهيريا والعكس؟ وليه ما ناخدش القاعده انه يكون النجاح الجماهيري نابع من النجاح الفني للفيلم؟ هل ده بيتفق او بيختلف على حسب وعي الجمهور نفسه او فكره او طريقه تفكيره او نظرته حتى لنوعيه الافلام اللي بيحب يتلقاها من المنتج؟ ما هو في اسباب كتيره الحقيقه، في اسباب كتيره. يعني مثلا النجوم بيختاروا الافلام اللي هي ممكن يقبل عليها الجمهور. يعني ما فيش نجم يروح لفيلم هو عايز ربح، هو عايز ربح لا، وعايز نجاح شخصي. يعني يعني مثلا عادل امام مش ممكن يعمل فيلم، عمل فيلم الحريف مع محمد خان، يعني انا سمعت ان هو كان يعني ما كانش مرتاح للنتيجه.
يعني رغم ان هو فيلم ناجح وكويس. انا بس انا اسفه لكن عشان ضيق الوقت في نقطه مهمه، السينما المستقله حضرتك شايفها ازاي؟ احنا في الفتره الاخيره شفنا اكتر من فيلم، حتى سمعنا على وسائل التواصل الاجتماعي اكتر من فيلم مستقل ممكن يكون ما عملش ضجه جماهيريه لكنه حاز على اعجاب الناقدين. زي انا سمعت عن فيلم حتى يسمى باب الوداع لمخرج شاب اعتقد كريم حنفي كان في مسابقه رسميه لمهرجان القاهره. تمام. باب الوداع كفيلم مختلف او تجربه مختلفه، هل الشارع المصري من الممكن ان يتقبل مثل هذه النوعيات من الافلام في الفتره القادمه؟ ممكن تكون حتى اختلاف ثقافه او فكر احنا مقبلين عليه. هو في جيل جديد من المخرجين وده باين حتى في مسابقه المهرجان القومي. يعني مثلا عندنا فيلمين في المخرج من المخرجتين، ايتن امين عملت فيلم بيلا 69 وهاله لطفي عامله فيلم الخروج للنهار بينافسوا على الجوائز. مش هقول دول زي باب الوداع، يعني هم يعني ابسط من باب الوداع لان باب الوداع يعني فيلم باب الوداع تجربه شويه متميزه يمكن او بيسموه الافلام الفنيه، الافلام الفنيه اللي هي يعني بيبقى نوع شكل من اشكال الابداع الادبي يعني بس بشكل سينمائي. ايتن امين عملت بيلا 69 من الافلام المرشحه جدا لجائزه اخراج العمل الاول. بختم تعليقك على اهداء الدوره لروح الفنانه الراحله صباح، شو شايف ان صباح فعلا كان ليها تاثير في السينما المصريه في مدى تاريخها؟ بالتاكيد طبعا تستحق ان الدوره تهدى لروحها؟ طبعا بالتاكيد لان صباح كسينمائيه طبعا هي قدمت عدد كبير من الافلام. نوعيه الافلام كمان اللي بتقدمها احنا بنفتقدها دلوقتي. يعني الفيلم الغنائي مع فريد الأطرش او مع محمد فوزي او مع ده مش النهارده مش لاقينه. فيلم الاستعراضي كانت عملت برضو مجموعه افلام استعراضيه في السبعينات مش لاقينه. المطربه اللي بتمثل حتى النهارده يعني رغم وجود مطربات يعني موجود شيرين وموجود انغام وموجود ما بيعملوش سينما. تمام. فبالتالي ده احنا يعني بنقول بالعكس احنا بنفتقد فنان زي صباح. نجاحه كممثل والعكس يعني ده مش مرتبط. لا انا اقصد حضرتك ان المطرب بيقدم الفيلم الغنائي او الفيلم الاستعراضي. تمام. وده احنا بنفتقده. بشكرك على كل حال، بنتمنى كل النجاح للمهرجان وللسينما المصريه بشكل عام. وفي النهايه بنشكرك شكرا جزيلا الاستاذ حسام حافظ المشرف على صفحه السينما بجريده الجمهوريه. شكرا جزيلا ليك يا فندم. شكرا يا فندم. وبنشكركم مشاهدينا الكرام، وده كان يومنا النهارده من هذا الصباح. كنا معاكم على مدار ساعتين من 8 وحتى 10 بتوقيت القاهره. شكرا جزيلا لكم، الى اللقاء. الى اللقاء.